السلام عليكم ورحمه الله اخواتي، كديرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى من الله سبحانه وتعالى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله فيديو جديد في القناه اللي غادي نشارك معكم فيه روتين يوم السبت للمراه العامله، لانها ما كتقضيش كاع الاشغال ديالها في وسط الاسبوع نظرا لضيق الوقت، فضروري كنخلي بعض الاشغال كنديرهم من السبت للسبت بحال التصبين كما كتشوفوا هنا. من بعد ما توضيت وصليت صلاتي درت البيضين يدورو هكا، لان عندي ماكينه غير عاديه ضروري خصهم يدورو باش نشلهم ونشفهم باش ندير عاوتاني التانيين. ودست البخور اللي ريحتهم رائعه ما نقدرش نستغنى عليهم، كيخليو ريحه زوينه في الدار. هذا هو المعطر عندي ديال الدار صراحه كيخلي ريحه زوينه. وندوز باش نمسح الغبره ديالي، لان الغبره اللي قهرتني صراحه في الصالون عليها تنخمل هذا الصالون من السبت للسبت غير الغبره، لان جيت على الشارع حنا ما كناكلوش هنايا غير الا كانوا الضياف صافي، وكيترونوا هكا المخاد لان وليداتي كيتفرجوا هنايا. وبطبيعه الحال انا طالقه القران الكريم سوره البقره، وكنردد الايات اللي حافظه وكنزيد نحفظ ايات جديده، يعني كلام الله ما كاين ما احسن منه نسمعوه وحنا كنرددوا معاه وكنتمعنوا فيه، كيعطيك واحد الراحه نفسيه صراحه. ما كرهتش نخلي لكم الصوت الاصلي ديال الفيديو، ولكن كيجيونا عليه حقوق الطبع والنشر يعني مخالفات من اليوتيوب، لان كاين بعض الاصوات اللي ماشي مرخص لنا اننا نستخدموها في الفيديوهات ديالنا، فما كرهتش نكون خليت لكم الصوت واحد القراءه رائعه ما شاء الله. المهم هذاك غير باش نحفزكم تنوضوا حتى نتوما اللي عندها شي حاجه تجمعها، وتبارك الله ما شاء الله عليكم. اذا نخليكم على فيديو ما نطولش عليكم، الا كانت شي لقطه اللي تستدعي انني نتكلم فيها راني غادي نتكلم، وبقاو معايا ما تمشيو فاين ومرحبا بكم. وهنا كملت الصالون ديالي جمعته مزيان كما قلت لكم، السبت للسبت ضروري خصني ندير هاد التخميله، وكاين عندي من جوج سيمانات حتى لثلاثه كنهز هادشي كامل وكنمسح الحيوطه وكنمسح تحت العود، هادشي اللي كاين. وكيبان لي بلي الصالون عندي خاصه تصبينه غير بالغبره صراحه، ما فيه لا طبيعي لا والو، ولكن الغبره قهرتني ضروري خصني نصبنو ونتوقد ليه شي نهار ونديه ان شاء الله نصبنو. المهم بالنسبه للتعليقات اللي جاوني على هاد التوب زبده مبره زبده، قالوا لي واش تنتف ولا تحرد ولا هانتوما البنات كتشوفوا فيه. صراحه كان عليه الكلاس مؤخرا بزاف، وكنجلسوا حنا كنتفرجوا هنا، وكنجلس انا حدا الطبله كنكتب عليها على حساب خدمتي دائما، يعني كل عشيه تقريبا، يعني ما وقع ليه حتى شي حاجه. وهنايا راه تقولوا غطيتو بالطابيات غير على وديت الطبايع، لان هنا كيشدوا ولادي بزاف، هو ما وقع ليه حتى شي حاجه صراحه. مقارنه مع الثمن ديالو زوين. وبالنسبه للاخوات اللي قالوا لي واش تقدري تبدلي الثوب ديال الحوفه، تقدري تبدلي تدي المعلم وتخلصيه غير خدمه يديه ويبدل لك الثوب. بالنسبه للتغيير الناس اللي متابعيني، التغيير اللي درت هو ان الزربيه بدلتها، كان عندي موكيت كري هنا ديتو للبيت الاخر وجبت الزربيه اللي كانت في ذاك البيت هنا، تغيير هكا يريح شويه النفس. وفي نفس الوقت هاد الزربيه ديال تركيا موفي زافيغ حرشه ولات كتشد الخمله ولات يعني حرشه تاع لوليداتي بالنسبه للكلاس، فجبتها هنا لان الصالون ما تنجلسوش فيه بزاف هكا في الارض،
ولا البيت الاخر كيجلسوا ولادي كيحفظوا كينعسوا تما، قلت لهم الموكيت اللي رطب وانتي اليرجيك. المهم هذا موفيز افير، بالله عريت لكم من تحت السداري غتلقاو بان ديك الجهه اللي داخله رطبه ومهبره، وهذه بكثره العفيط والتصبين ولات حرشه ومدكوكه. المهم دايره لهم غير واحد الطابكيه لولادي هنا كيجلسوا عليها هكا ملي كيبغيو يتفرجوا، ما كنخليهمش يجلسوا عليها مباشره. صراحه موفيز افير ما عجبتنيش، غير اللي بغى ياخذ ياخذ هذه المزوقه، ما تيبان فيها لا خمله لا لوسخ، كتبان بعدا زبيونه احسن من داك السامبل كتبقاي تابعاه بالشطابه اللي طاحت عليه كتبان، وملي كيقدام تاعها تيخياب تيولي حرش كيشد الخمله. المهم هادشي وهنا البنات هادوما الطابيه اللي دايره هكا رطيت بصراحه، هي اللي كنحط لولادي هنايا ما كنحطهاش دائما، يعني ملي كيشوف الضيف راني كنحيد هادشي، راكم عارفين ما جاياش اسورتي نهائيا، غير كنحطها لوليداتي كيلعبوا هنا وكيتفرجوا. وبالنسبه لهادي اللي دايره بحال الهضوره واللي مقابله معاها دايرهم كيف ما قلت لكم غير شدان اليدين، والطبيعه كترخف لوليداتي اللي طبعوا لي الحوفه ويبقى باين داك العيب، ففرجتهم هنايا لهاد الغرض فقط. مهم قاديين الغرض وديما كنديباني وداكشي اللي عندنا وصافي. وهنا بالنسبه للبيت الاخر الناس اللي متابعيني ديجا كنت هضرت على هاد الطلامات، وبالنسبه للتغيير اللي درت هو هاد الموكيت الكري اللي كان في الصالون راني جبته هنا، لان وليداتي كيجلسوا هنا كيحفظوا هنا كينعسوا هنا في الليل، فهذا انتي اليرجيك صراحه مزيان ليهم مريح ليهم. وهنا بالنسبه للطلامات الناس اللي متابعيني راه ديجا هضرت عليهم، الانتي طاش بعدوا منه البنات الالوان الغامقه، خايب 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 صراحه كيكشف وكيولي يشد الخمله، اي حاجه طاحت كتبان ضروري خصك تبقاي تابعها بالشطابه، راه كيبان لك في الاول الثوب زوين رطيطه بولا مع واحد البغيونس فيه يا سلام، وكيزيد يكمل البائع يزعمك لي طاش مسحيهم بلي لانجيت وما تخافيش. اه فعلا لي طاش كيتمسحوا غير بلي لانجيت بلا ما تصبري، كيولي كيشعل ولكن كيكشف كيولي يشد كلشي المخمله كلشي كتبان فيه. المهم موفيز افير كما كتشوفوا التغيير اللي درت في البيت، هاد الطرفه ديال الموكيت جابهم لي راجلي ما محتاجينهمش، فقلت اش غادي ندير، غندير موكيت كريل تحت وغنديرهم هكا على شكل الحوفه. عطوني رايكم في التعليقات كيفاش جا. المهم باينه ما جاش اسورتي ولكن قاديه بالغرض، اللهم هما ولا هذوك الطلامات راهم عصبوني عقدوني هكا، بعدا كنشطبو من السبت للسبت، اما قبل ما ندير هاد الطرفه ديال الموكيت راه كنت كنشطب يوميا والعصاب ما نعاودش لكم. المهم هاد الطرفات الموكيت ترطيط بين دايرين بحال الفيرور، والجلسه عليهم رائعه يا البنات، والله العظيم الا كنفكر انني ندير لهم داك الجناب هكا نقادهم ونخليهم هنا دائما، ونبدل غير الطلامط ندير شي لون اللي يجي معاهم، هانترطيط بين صراحه، وما ماشي داك الموكيت القاصح، الموكيت اللي كيتطوى راكم شفتوا معايا فاش كنت كنجمعو، ماشي زعما قاصح ولا هذا راه زوين داير بحال مانطا هكا غليظه ولا. المهم عجبوني، عطوني رايكم في التعليقات. المهم قادي الغرض كيف ما قلت لكم، اللهم هادو ولا هادوك الطلامط لونتي طاش راه خايبين، وهذا اللون ماشي هذا هو اللون الاصلي، كان واحد اللون لامع ولون واحد المارون زوين ملي تصبنوا ولا خيابو. المهم كنصحكم ما تاخذوش الالوان الغامقه في الاونتي طاش. وهنا البنات دزت باش نكمل التصبين ديالي ونديرو ينشف من بعد ما شللتو،
بالنسبه للبنات انا عندي ماكينه غير عاديه صراحه، راه من 2012 وهي عندي عمرها ما شافت المعلم، محافظه عليها وكتنشف مزيان وكتصبن من داك الشيء الرفيع، ولكن ضروري خاصني لا ماشين اوتوماتيك لانها عمليه بالنسبه لي انا خدامه، هذه كتمحني صراحه ومحافظه عليها ومهليه فيها المسيح، ودائما كنخلي واحد الفجوه هكا باش كتهوى، عمري ما شميت فيها شي ريحه كما كتشوفوا، دايره لها واحد الخشبه هكا باش كتبقى ديما تهوى. بغيت ناخذ البنات ديك الفول اوتوماتيك اولا التوب لاود اللي عندها باب من الفوق، الله يجازيكم بخير اللي جربتها وصدقات لها ولا ما صدقاتش، تخليها لي في التعليقات لاني باقي كنبحث باقي كنقلب باقي ما زعمتش ناخذها، المهم اللي جربتها تخليها لي في التعليقات. المهم هنايا كنكمل الروتين ديالي، الحمام اعزكم الله كنجمعو هو الاول في الصباح، ولكن ملي كيكون عندي التصبين كنخليه هو اخر حاجه من بعد ما كنصبن بطبيعه الحال. وهنا دست باش غربلت شويه ديال الزرع، هذا القمح ديال كندا صراحه كنخرج منه الفينو، ما بقيتش كنشري الفينو، خديت هذا الغربال من عند العطار، الغربال ديال النيلون وكيخرج لي السميده الرقيقه اولا الفينو، وداك الدقيق الرطاب والنخاله والسميده الغليظه كيخليها في الغربال، هي اللي كنعجن بها الخبز العادي، وداك الفينو كنعجن به المسمن الملوي البطبوط كيجي رائع صراحه. وليت استغليت هذه القضيه ما بقيتش كناخذ الفينو من الحانوت. المهم هذا باش غادي نعجن الخبز، وهنا دست نعجن البيتزا الميني بيتزا لولادي، راجلي ما كاينش الغدا فوليداتي تشهاو الميني بيتزا بحشوات مختلفه، قلت ندير لهم خاطرهم ان شاء الله في شي فيديو خاص غادي نبارطاجي معكم هاد لي ميني بيتزا، كيجيو ناجحين وكيجيو بنان وصراحه ينفعوكم في رمضان، كنديرهم بزاف انا في رمضان ان شاء الله باذن الله. المهم غادي نعجنها نخليها ترتاح. وهنا ملي ارتاح لي الخبز راني بديت نقرصو، وباقا معتمده على نفس الطريقه، كنقرص في اللاطا في البابي كويسون كندخلو الفران هكاك ملي كيخمر هكا كنحافظ على الكوزينه نقيه وعلى الفران حتى هو نقي. وهنايا دست عجنت شويه ديال العجينه ديال المسمن والملوي بداك داك الفينو اللي قلت لكم غربلت، فولادي تشهاو لي المسمن في الكاسكروت فقلت نعجنو دابا نخليه يرتاح ونقضي شغالي اللي بقات لي الشغال الاخرى نقضيها. هنا من بعد ما ارتحت لي الميني بيتزا راني غادي نشكلها دابا وانتوما معايا. من بعد ما تغداو ولادي وطرفت الدنيا في الكوزينه طلعت نشر الحوايج باش نهبطهم قبل المغرب ان شاء الله. مهم انا في واحد القاعده البنات ضروري نقلب الحوايج عاد نشرهم، ما نشرهمش ما مقلوبينش، ما عرفتش انتما هكا ولا لا، المهم هكا كنظن باني كنحافظ على اللوينات اللي فيهم ما كيكشفوش، المهم بليا وصافي. المهم انا الحويجات مسطرين واكل عليهم العصا
كما كتشوفوا. ايوا نزل نصايب المسمن ديالي هنا كما كتشوفوا، صايبت المسمن. ولدي بغى مسمن دائره وواحد بغى مسمن مربع، درت لهم خاطرهم. المهم البنات وصلنا لنهايه لا فيديو، كنتمنى تكون خفيفه ظريفه على قلوبكم وتكونوا استفدتوا معايا وعجبكم الفيديو. فما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم والاشتراك في القناه لاول مره كيزورها، ومرحبا بكم والف مرحبا. وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم والمتابعه ديالكم، وان شاء الله نتمنى نكون عند حسن ظنكم. الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.